تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عمار. عمار من بغداد. تفضل يا استاذ عمار. شلونك استاذ ولي؟ شلون صحتك؟ حياك الله، ربنا يبارك فيك. والله يسلمك ويخليك. بس عندي تعقيب على عندك مداخلات، وهاي على مداخلات. حضرتك سني يعني ولا شيعي الاول؟ سؤال. شيء ان شاء الله. تفضل. جزاك فضلك. ليش تكفر بالشيعه؟ يعني شنو اللي سووه على مود تكفر الشيعه؟ يعني شنو مثلا الادله اللي عندك على مود تكفر الشيعه؟ شو مسوين؟ ايش بيهم؟ ممكن توضح لنا؟ حضرتك ينفع تصلي الصلاة بدون نعم. وضوء؟ طبعا لا. طب حضرتك ينفع تتوضأ وما تصليش؟ ماكو مشكلة. جميل أوي. هل تنفع الوضوء مو كلمة بس لا إله إلا اللي الله بالصلاة. محمد رسول الله مع القول بتحريف القرآن؟ شلون شلون؟ هل تنفع قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله مع القول بتحريف القرآن؟ يعني ينفع أقول إن أنا مسلم وأقول بتحريف القرآن؟ لا طبعا، شيء اكيد. طيب جميل. طيب ومن يقول بتحريف القرآن هو مسلم ولا غير مسلم؟ يحرف مو مسلم مسلم، ولا هذا غير شلون مسلم؟ انتهي من عدي؟ محرف مو مسلم هذا. مش مسلم صح؟ طب لو انا زين، جبت لك ان علماء الشيعة قالوا بتحريف القرآن هتقدر تكفرهم؟ طبعا طيب ماشي، توكلنا على الله. تفضل. شايف كده؟ شايف؟ وياك شايف على شايف الشاشة؟ صوتك. تفسير الصافي للفيض الكاشاني جزء 1 صفحة 49 بيقول ايه؟ اقول شبيه تمام؟ أهو بيقول إيه؟ أقول المستفاد من مجمع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منه ما هو خلاف ما صلى الله أنزل عليه الله وسلم. ومنه ما هو مغير ومحرف، وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك، وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال علي بن إبراهيم القمي، علي بن إبراهيم قال في تفسيره، وأما إلى آخره. إيه رأيك في الكلام ده؟ هذا كفر. ماكو طيب يعني اهو بص اتفضل، يعني علي بن ابراهيم القمي عندك كافر، اجيب لك الكافي كمان اقرا لك بقيه القصه؟ شفت مش بقى عليه احنا ليه، بالكافي ولا القمي شفت بقى احنا ليه ذول يا بنتكلموا بابا. على، وبعدين احنا ما بنكفرش كل الشيعه، ولكن من يقول بتحريف القران كافر، من يسب صحابه النبي صلى الله عليه زين وسلم الذين جاءوا الينا بالقران كافر. زين، هو اللي يحرف القرآن، إذا حرف لك كلمة بالقرآن يعتبر كافر عندكم؟ الذي يقول بتحريف القرآن عندنا كافر لا شك في ذلك. زين، شلون تقرون الفاتحة وتضيفوا لها آمين صدق الله العظيم؟ ومين قال ان، إن معلش هاي معلش، مو واحدة واحدة تحريف؟ معنى واحد، مين اللي قال ان كلمة آمين من واحد. الفاتحة؟ أنتم من تقرون الفاتحة بالجوامع وبكل مين، مكان. معلش واحدة واحدة، مين اللي قال ان كلمة آمين من الفاتحة أصلا؟ مين اللي قال كده؟ أنا أدرس عن نفسك، منين جبتوها الآمين يا وحطيتوها؟ استاذ اصلا مش هسه مو من جاي تحطون الفاتحه قرآن فيها. امين، مش من الفاتحه، الامين من ماهيه الصلاه، امين من ماهيه الصلاه وليس من الفاتحه. زين تمام، واحدة واحدة على اخر قولتك. الفاتحه بيقول واحدة ايه؟ واحدة معلش واحدة بس واحدة واحدة الايتين، اخر ايتين في الفاتحه غالي. بيقولوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنتم تقولون آمين صدق جميل الله قوي العظيم. تمام. هي مش الصيغه دي حلو. صيغه الدعاء ولا مش صيغه الدعاء؟ أنت شو عليك صيغة الدعاء؟ على أي أساس تجيب كلمة تضيفها على طيب القرآن؟
شنو يبقى تجابت ايه؟ رب الحمد العالمين لله لو رب كان رب العالمين، العالمين؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايه بقى ايه؟ اهدنا صدق الله العظيم. اهدنا اهدنا، فاحنا بنرد نقول امين، اهدنا امين. ماكو اخي مين بقى؟ انا استجاي نفسي جيب افهم بقى، من الذي قرانيتها قال، بس معلش، من اعرف الذي قال انها من كتب من الذي قال انها من الفاتحه؟ من؟ شفتنا عملنا مصحف بيها شنو وحطيناها، شفتنا واحد وهو بيقرا الفاتحه قراها معاها؟ انت حكمت على كلام بالكتب وما موجود بالقرآن، قلت لا كافر حول، هذا، قلت لك شكرا ليك ماشي. يا استاذ، شكرا ليك، لكن انت اللهم بلغت، انا علم اللي في المتبلم يصبح ناس، ربنا يهديكم.